أثارت الفنانة السورية أمل عرفة الجدل واسعا بين مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قامت بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على انستغرام تنعي فيها نفسها بنفسها ويبدو عليها ملامح من الحزن، حيث علقت على الصورة قائلة: لست لأحد، إن لله وإنا إليه راجعون. حقيقة ما يزعل، بالعكس الأمان كله عنده. وتفاعل متابعي ومحبي أمل عرفة على الصورة، وجاءت التعليقات التي تتمنى لها بطول العمر ودوام الصحة. فعلقت النجمة السورية جمانة مراد على ذلك قائلة: الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليك لبناتك ولكل محبيك. يذكر أن أمل عرفة كانت قد أعلنت منذ فترة عن اعتزالها للفن بعد الهجوم الذي تعرضت له بعد عرض مسلسل كونتاك والحلقة 23 تحديدا، حيث تم اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي وتوجيه اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.